اهلا بحضراتكم مره ثانيه. الدوري السعودي هيكون لنا معاه وقفه، وخصوصا ان واحد يمكن من اقوى الدوريات في المنطقه واللي بيشهد منافسه عدد كبير جدا من الانديه على البطوله. هيكون معانا الصحفي نعيم الحكيم، الصحفي بجريده عقاد السعوديه. اهلا بك نعيم على شاشه الاهلي. اهلا فيك اخي احمد، امسي عليك وعلى الساده المشاهدين الكرام في جمهوريه مصر العربيه وكل عشاق الرياضه على مستوى الوطن العربي. اهلا بك. يعني الحقيقه قبل ما تتطرق للدوري السعودي، خليني اسالك على فرص الفريقين العربيين اللي بيشاركوا في كاس عالم للانديه، الاهلي المصري والدحيل القطري. ازاي بتشوف فرصهم، خصوصا انه في فريق منهم هيوصل للدور قبل النهائي؟ شوف، للامانه انا ارى انه الدحيل القطري سيبدا بالمستضيف، ثم اختم والختام بالمسك في نادي الاهلي العريق. الدحيل شارك في النسخه الاخيره من دوري ابطال اسيا، لم يظهر بالشكل المامول، غادر من دور المجموعات وقيل مدربه. حتى على مستوى الدوري القطري لم نرى يعني الدحيل اللي هو بالمستوى المعهود اليوم، السد نرى افضل منه حالا ووضعا. لذلك فرص النادي الاهلي المصري اللي يعيش يعني الان يعني استعاد جزء كبير من بريقه بحصوله على دوري ابطال افريقيا، ايضا في مصر الدوري المصري نتائجه الايجابيه، وجود كوكبه من اللاعبين المميزين في النادي الاهلي، هذا انا ارى انه يرجح كفه النادي الاهلي، مع انه انا ارى دائما اللقاءات الافريقيه الاسيويه الغلبه دائما في كاس العالم الانديه للانديه الاسيويه، لا اعلم لماذا، هل من جوانب تكتيكيه، لانه انا ارى العناصريه ان الافارقه ممكن او الانديه الافريقيه متميزة أكثر، ممكن أنا أرى أنه جوانب المدربين أحياناً الأندية الآسيوية تسعى إلى استقطاب مدربين أفضل وأكفى، ممكن تفوق تكتيكي أنا أرى أكثر من أنه تفوق عناصر، يعني العام الماضي الهلال هزم المرة دي وعلى هذا المرة دي نتمنى أفريقية مصرية حيسترد. أفريقية مصرية إن شاء الله. أيوة. إن شاء الله. طيب خليني أتكلم معك على تجارب اللاعبين المصريين، ومنهم الحقيقة يمكن أحمد حجازي اللي بشوف أنه مقدم موسم متميز جداً مع الاتحاد. التجارب المصريه في الدوري السعودي بشكل عام، سواء كان على مستوى اللاعبين او المدربين، وايه هي اكثر هذه التجارب تميزا من وجهه نظرك؟ شوف، الذاكره مليئه بتجارب مميزه للاعبين المصريين في الدوري السعودي، يعني القائمه تطول، اذا ذكرنا اسلام الشاطر، محمد بركات، حسني عبد ربه، حسام غالي، الان احمد حجازي، محمود كهربا، محمود كهربا، ففي مجموعه كبيره من اللاعبين اللي احترفوا في الدوري السعودي وقدموا عطاءات وكانوا علامات بارزه، بل انهم ساهموا بقياده فرقهم للتتويج بالالقاب والبطولات. فاللاعب المصري يعني اول شيء لاعب موهوب او لاعب مميز، وسرعه انسجامه في الدوري السعودي واضحه، خصوصا في انديه اللي هي انديه غرب المملكه او انديه جده تحديدا الاتحاد والاهلي، نجد انه معظم التجارب اللاعبين المصريين كانت ناجحه، يعني اسلام الشاطر، محمد بركات يعني، ومحمود كهربا، كلهم حققوا القاب، حتى حسني عبد ربه. نعيم، في الحقيقه احب استغل وجودك معنا في السادسه واسالك على لجنه الكفاءه الماليه في الدوري السعودي، عن اليه عملها، كيفيه عملها، وعن تاثيرها على سوق اللاعبين والانتقالات في السعوديه. نحن نعلم جميعا انه كان عام 2018 كان نقله نوعيه في تاريخ الكره السعوديه وتاريخ الدوري السعودي، عندما صدر القرار التاريخي من سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله بسداد جميع ديون الأندية السعودية، ورفع عدد اللاعبين الأجانب إلى 8 حينها، ودعم الدوري ماديا ومعنويا، ووجدنا أنه الاستقطابات كانت في عهد معالي المستشار تركي آل الشيخ كانت مميزة جدا، فبالتالي كان وجود معالي المستشار كان رجل مناسب في المكان المناسب في تلك الحقبة أو في ذلك الزمن، كانت الاستقطابات على أعلى مستويات، على مستوى اللاعبين الأجانب وعلى مستوى المدربين، فبالتالي كان نقلة نوعية. طبعا ظلت الحكومة هي الراعية الرسمية للأندية السعودية، ورأينا العام الماضي الهلال يحقق بالدوري أبطال آسيا بعد غياب 20 عام، وجدنا المنتخب أيضا يقدم عطاءات جيدة في كأس العالم، وإن كان يعني خروجه من دور مجموعات وإن كان يعني، لكن مباريته في الأوروغواي ومصر كانت جيدة. رأينا أيضا الاتحاد الآن يصل إلى نهائي البطولة العربية، فبالتالي القدرات يعني الأندية ارتفعت، لكن أرادت وزارة
الرياضه الا تتكرر مشاكل ما قبل مكرمه ولي العهد وهي تراكم الديون على الانديه. كان في هناك كثير من الانديه تعاني من مشاكل ماليه نتاج تراكم الديون، كان نتاج هذه تراكم الديون هذه حينها كان قضايا كثيره على الفيفا تسيء لسمعه الرياضه السعوديه. لذلك رأت وزارة الرياضة أن تستحدث قانون اسمه أو لجنة الكفاءة المالية وشهادة الكفاءة المالية التي تخول الأندية للتسجيل. طبعا هذا ما هو نظام للفيفا، هذا نظام داخلي، لكن الفيفا يتيح للاتحادات المحلية أن تستصدر قوانين لحماية الأندية أو تنظيمية. فبالتالي استصدرت هذا القانون الذي ينص على ضرورة أن يسدد الأندية السعودية جميع الرواتب ومقدمات العقود وحتى رواتب العاملين داخل الأندية حتى شهر 10 ميلادي. فبالتالي كان نقلة نوعية جدا على مستوى الرياضة السعودية. باختصار شديد جدا وفي 60 ثانية عشان وقتي، تأثير ده على سوق الانتقالات، تأثير ده على أسعار اللاعبين، وتأثير ده على المنافسة في الدوري السعودي. شوف انا اقول لك اللي منع خمس انديه هي النصر والاتحاد والوحده الباطن ونادي ضم ناسي في نادي خامس منع. انا ارى انه هذا سيحد من الانتقالات الفلكيه. الان في توجه جديد في الانديه السعوديه اخذ اللاعبين في الفتره الحره، يعني لاعب يدخل فتره حره يوقع معه ما يدفع النادي سوى راتب اللاعب او مقدم عقد اللاعب، لا يدفع للنادي الاخر. فهذا اصبح الاستراتيجيه الجديده للانديه السعوديه حتى لا تغرق في مجال الديون. وانا اعتقد ان الانديه السعوديه ستكون انتقالاتها مقننه وفي محلها ولن تشهد هدر مالي. طبعا الفتره الصيفيه كان سيد الانتقالات هو نادي النصر، الان ممنوع لكن لن يتاثر بسبب انه ابرم 12 صفقه في فصل الصيف وكانت صفقات نوعيه وبعضهم نجوم كبار للمنتخب السعودي. فانا اعتقد انه التاثير بالنسبه للنصر والاتحاد لن يكون كبيرا. يعني حكيم صحفي جريدة عكاظ السعوديه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وان شاء الله يكون يا لقاء بعد كاس العالم للانديه، ان شاء الله نحتفل بتاهل النادي الاهلي على الاقل لمواجهه بايرن ميونخ. الحقيقه الكلام على لائحه الكفاءه الماليه كتير، ونتمنى لانه الحقيقه يمكن يكون لي فوائد متعلقه بمكافحه فساد، بضبط اسعار اللاعبين في سوق الانتقالات، بتحجيم قدره الانديه على الشراء يكون ليها ضوابط بعينها، واعتقد انه ده ملف مفتوح. فاصل، فقراتنا لسه ما انتهتش. نجم النادي الاهلي سابقا كابتن رضا الويشي هيكون ضيف علينا في السادسه بس بعد فاصل سريع.